السلام عليكم وأهلا بكم. شهدت معظم مناطق المملكة منذ مساء أمس وحتى اليوم تساقطا لأمطار الخير والرحمة، وأشارت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس بمشيئة الله سيكون غائما مع تساقط أمطار قد تكون رعدية وهبوب رياح شمالية غربية من معتدلة إلى نشطة أحيانا وتصل إلى قوية أحيانا، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر. كما ستتراوح درجة الحرارة بين 19 درجة مئوية نهارا و15 درجة خلال الليل. ولمعرفة المزيد عن أمطار الخير التي تعم المملكة معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الحجي، أخصائي في إدارة الأرصاد الجوية. مساء الخير وأهلا بك أستاذ. يسعد مساءك يا مرحبا، حياكم الله. طبعا بداية أستاذ أحمد، في ظل الأجواء التي تنعم بها المملكة، إلى متى ستستمر هذه الأمطار في البلاد؟ طبعا مثل ما تفضلت أخي الفاضل، طبعا سادت المملكة أجواء غير مستقرة يوم أمس وهذا اليوم، تراوحت طبعا دخلتها أمطار تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق، وبلغت كمية الهطول حوالي 12 مليمتر في مطار البحرين الدولي، وراح طبعا في بعض المحطات كانت تقريبا 20 مليمتر، وطبعا وراح تستمر معنا هذه الأجواء إلى فجر اليوم غدا. بعدها طبعا راح تتحول الطقس، بيكون الطقس غام جزئيا وبارد مع دخول الرياح الشمالية الغربية. للحديث أكثر في التفاصيل، توقعاتكم لحالة الطقس خلال اليومين القادمين. راح طبعا تستمر معنا الأجواء مثل ما قلت لك اليوم وهذه المساء إلى صبيحة يوم غدا، أجواء ماطرة تتخللها طبعا امطار قد تكون رعديه نوعا ما، وراح طبعا وعاده في طبعا ما تنشهد المملكه مع دخول فصل الشتاء كمعلومات عامه للجمهور، تقلبات جويه نتيجه المنخفضات التي تمر علينا على المنطقه، واللي طبعا تقابل جبهات هوائيه بارده في طبقات الجو العليا والرطوبه السطحيه العاليه، تؤدي الى تكون هذه الغيوم الماطره والتي تؤدي الى امطار قد تكون رعديه احيانا في بعض الفترات. نعم، وراح تستمر معنا مثل ما قلت لك الاجواء الى فجر يوم غد، بعدين طبعا تتحول في الطقس الى غام جزئيا، وراح يكون بارد مع دخول الرياح الشماليه الغربيه على اجواء المملكه. نعم، يعني من باب اخذ الحيطه، هل هناك تحذيرات تودون ان توجهونها لمرتادي البر خاصه المخيمين وحتى مرتادي البحر؟ صحيح، راح طبعا تهيب إدارة الأرصاد الجوية مرتادي البحر والبر وأيضا السائقين الكرام بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة آخر توقعات الطقس، لأن طبعا تعرف الطقس راح يتغير بين فترة وفترة. فلازم يكونوا متابعونا عبر قنواتنا الرسمية. طبعا تمنين السلامة للجميع. طبعا نعيد ونكرر الأخوة مرتادي البحر أنه أنا أنصحهم أن يدخلون البحر خاصة مثل هذه الأجواء. نعم، الأستاذ أحمد الحجي، أخصائي في إدارة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا، حياكم الله، يا مرحبا. كما ينضم معنا عبر الهاتف المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سعادة مهندس، ولو تحدثنا عن الجهود التي بذلتها وزارة منذ الأمس وحتى هذه اللحظة في ظل عدم استقرار الأجواء. أول شيء أحب أشكركم لتاحت الفرصة لتسليط الضوء على الجهود اللي قامت بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والجهود الأخرى من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية اللي صراحة كلها تتعاون وتتضافر اللي من أجل يعني التعاون المعروف بين الهيئات والمؤسسات الحكومية. طبعا احنا من يوم الأمس كان الاستعداد، يعني كنا على أهبة الاستعداد، العمل على قدم وساق. من يوم الأمس اجتمعنا مع فريق الأمطار في الوزارة وحددنا النقاط اللي تم تحديدها في السابق، وجهزنا أنفسنا منذ البارحة. يعني احنا نعمل منذ الامس لليوم بدون توقف اختي الفاضله، يعني فرق العمل والمهندسين والفنيين وعلى راسهم امانه صاحب السعاده وزير الاشغال، فهو الان قاعد يدير العمليه معي شخصيا امانه مع فرق العمل، قاعد نعمل
واعتقد جهود الوزاره وجهود موظفين الوزاره بوينا على يعني جميع الشوارع الرئيسيه، الحمد لله ولله يعني تم السيطره على جميع النقاط تقريبا اللي تجمعت فيها في المره السابقه بعض بيئه الامطار، والحمد لله والمنه الشوارع الرئيسيه كلها نافذه وسالكه، الشوارع الفرعيه ايضا في المدن والازقه والفرجان كلها الحمد لله نافذه، هناك بعض النقاط اللي احنا نتعامل معها بشكل دوري ومتواصل لان تجمع فيها النقاط او تجمع فيها مياه الامطار واحنا نتعامل معها بكل يعني حذر. الحمد لله المنه يعني حتى اليوم مياه الصرف الصحي، لان طبعا احنا عندنا يعني اهميه هي او مهمه هي مياه الصرف الصحي، ويعني اصلا نتاكد منها ان لا تختلط المياه الآسنه مع مياه الامطار، والحمد لله والشكر لله في وعي تام من المواطنين، واحنا نحب ناكد عليهم ايضا ان يا ريت ان يتقيدون ان ما يفتحون اقضيه الصرف الصحي، ولكن الحمد لله في تقيد ما في شكاوى من هالناحيه، ويعني مثل ما تشوفون نعم. يعني اي واحد مستخدم للطريق يشوف الشوارع البحريه نعم. الحمد لله كلها سالكه. نعم هو فعلا جهد تشكرون عليه، ولكن هل هناك اي تعاون بينكم وبين اعضاء المجالس البلديه على هذا الصعيد؟ اختي الفاضل احنا واعضاء مجلس البلديه والاخوه وسعاده الاخوه النواب نعمل كفريق واحد نعم. وثقي تماما ان احنا عندنا يعني حتى مجموعه وجروب على وسائل التواصل الاجتماعي نتواصل على مدار مو ساعه كل دقيقه في تواصل في تحديد النقاط وفي تعاون وفي تضافر للجهود، وهو نتيجه اللي نشوفه اليوم الحين في شوارع البحرين هو نتيجه تضافرنا وتعاوننا مع الاخوه اعضاء المجالس البلديه، وانا بصراحه يعني من خلال منبركم هذه احب ان اوجه لهم الشكر بصراحه، لان بتعاونهم وتضافرهم معنا يعني استطعنا لحد الان الحمد لله نسيطر على الوضع، مع ان المطر مستمر وراح يستمر ان شاء الله الى يعني وقت متاخر لصباح قادم. نعم سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.